وصل وفد سعودي إلى أنقرة الجمعة للمشاركة مع الجانب التركي في التحقيقات الجارية بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول. يأتي هذا فيما طالبت عواصم غربية الرياض بتقديم توضيح بخصوص القضية. تزداد قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي قرائن وتفاصيل وروايات. الغيوم تتلبد في سماء علاقات المملكة السعودية مع تركيا والولايات المتحدة. السعودية رفضت المعلومات التي تتداولها وسائل الإعلام عن أوامر صدرت بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي فقد أثره بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع الشهر الجاري، معتبرة أنها أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة. ويزور وفد سعودي تركيا لإجراء محادثات حول هذه القضية التي يمكن أن تهدد العلاقات الهشة بين البلدين، وقد تترك تداعيات خطيرة أيضا على علاقات المملكة بالغرب وجهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإدخال إصلاحات في البلاد. الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي أكد شجب المملكة واستنكارها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات زائفة وتهجم على السعودية حكومة وشعبا على خلفية قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي. ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس تأكيد وزير الداخلية السعودي أن ما تم تداوله بوجود أوامر بقتله هي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة تجاه حكومة المملكة المتمسكة بثوابتها وتقاليدها المراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية. كما شدد على حرص المملكة التام على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج وحرصها بشكل خاص على تبيان الحقيقة كاملة في موضوع اختفاء المواطن جمال خاشقجي. وأوفدت السعودية فريق عمل إلى تركيا لم تعرف هويات أعضائه سيجري محادثات مع مسؤولين أتراك في نهاية الأسبوع في أنقرة بحسب ما أورد الإعلام التركي الرسمي. وأوردت صحيفتان تركيتان ميليت وسوزجو أن خاشقجي كان يضع عند دخوله القنصلية ساعة ذكية موصولة بهاتف النقال أعطاها لخطيبته التي كانت تنتظره في الخارج. وذكرت صحيفة ميليت التركية أن ضباطا أتراك اطلعوا على تسجيلات صوتية مرسلة من الساعة الذكية وأنه يمكن سماع الجدال والصراخ في التسجيلات. وقالت صحيفة سوزجو إنه يمكن فقط الاستماع إلى بعض الأحاديث. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيكون هناك عقاب شديد للسعودية إذا ما تبين أن الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي قتل داخل قنصليتها في إسطنبول. والحديث أكثر مشاهدينا حول آخر المستجدات مما يتعلق بقضية خاشقجي، يسعدني أن أرحب بضيفاي معي من القاهرة الأستاذ محمد حامد باحث في العلاقات الدولية، ومن بيروت الأستاذ خورشيد دلي خبير في الشأن الكردي والتركي. ضيفاي الكرام أهلا بكم على شاشة قناة اليوم. أستاذ خورشيد مساء الخير. مساء الخير لك سيدي ولضيفك من القاهرة ولمشاهدي قناة اليوم. أهلا وسهلا أستاذ خورشيد. يعني تزداد قضية اختفاء الصحفي السعودي السيد جمال خاشقجي قرائن وتفاصيل وروايات، برأيكم متى من الممكن أن تتلبد غيوم هذه القضية وتسطع الحقيقة فيما بعد؟ يعني أنا باعتقادي إلى الآن كل ما جرى من أحاديث وما تم تسريب من أخبار وعن قتل وعن صور وعن تسجيلات وغير ذلك كلها إلى الآن هو عبارة عن حديث إعلامي لا يقدم ما يمكن أن يرتقي إلى مستوى الحقيقة أو على مستوى تأكد من الحدث. هنا يجب النظر إلى نقطتين. النقطة الأولى وهو أن هناك نوع من الحملة الإعلامية الكبيرة لمحاولة دفع هذا الموضوع لجعله من قضية لنفع اختفاء كاتب سعودي شهير، وطبعا قتله مرفوض، ولكن يلاحظ وتحويل هذه القضية إلى قضية نوعا ما يعني عالمية بتدويل القتل إلى قضية تدويل سياسية، وبالتالي أن تكون لها ترتيبات سياسية. الأمر الثاني أن إلى الآن نحن تقريبا مر أكثر من 10 أيام على هذه الحادثة، إلى الآن الصحافة التركية هي التي تقوم بتسريب المعلومات عن القتل وتصوير السيناريوهات، ولا نجد في المقابل أي شيء رسمي تركي يؤكد هذا الأمر. طيب حتى لا أطيل أكثر على ضيفي هذا الحديث يا نعم. تفضل أستاذ خورشيد. حتى لا نطيل أكثر أستاذ محمد حامد مساء الخير. ألو أستاذ محمد مساء الخير. أهلا بك يا فندم، أنا بديت حضرتك. يعني تركيا لا زالت تنشر الكثير من المعلومات حسب وجهة نظرها، ساعة أبل
التي كانت او التي كان يرتديها خاشقجي تشير الى تعرضه للتعذيب والقتل. برايكم لماذا لم تنشر تركيا الى هذه اللحظه صور هذه العمليه او قتل السيد خاشقجي ونراها على العلن؟ طبعا انا بحاجه كده المشاهدين، انا بتفق فيما ذهب الي بيتك ان كل ما يريد ان يخرج القضيه من شقها الجنائي وحولها الى قضيه سياسيه دوليه وتسييس الأرضية، وهناك حملة شعواء على المملكة العربية السعودية. طبعا قتل أي إنسان مرفوض، وهذا طبعا على رأس كلامنا يعني وأمر مفروغ منه. نحن لا نريد أن يقتل أحد، ونريد أن نطمئن على هذا الرجل، ولا نتمنى القتل لأحد مهما بلغت به معارضة بلاد، فهذا أمر مرفوض. ولكن قضية الساعة قبل قضية برضو غير حقيقية، لأن إذا كانت الساعة بيد هذا الرجل فهي في ذلك التوقيت لا تعمل، وإذا كانت مرتبطة بالموبايل عبر البلوتوث فإن المسافة التي كانت بها جمال خاشقجي داخل القنصلية وخطيبته أو ما تدعي أنها خطيبته المسافة طويلة، فإن البلوتوث لا يعمل أو لن تعمل بالطريقة التي يتحدثون عليها. وإذا كانت تركيا لديها تسجيلات صوتية ومرئية لقتل خاشقجي داخل القنصلية كما تدعي فهذا تجسس السفارات فهي هنا مدانة، فإذا يعني استهان المملكة العربية السعودية بقتل خاشقجي داخل السفارة فهذا انتهاك، فالتجسس على السفارات أيضا انتهاك. نحن ننتظر من الأمن التركي أن لا يعطي تسريبات للإعلام التركي أو للإعلام الأمريكي. هنا مربط الفرس أستاذ نعم محمد. مربط الفرس أقول لحضرتك أهو نعم. الإعلام الأمريكي لأن هذا كان كاتب في أحد الصحف الأمريكية الشهيرة، فهي تتكهن ويخترع ويخلق قصص وهي وخيالية. الإعلام التركي يعطي المانشيت، الإعلام القطري فيخلق لنا حواديت وقصص طيب. غير واقعيه وغير خياليه. طيب خلينا نشوف ما الهدف. نعم استاذ محمد، الهدف هو الانتقال للمملكه العربيه السعوديه. طيب وصلت الفكره استاذ محمد. استاذ خورشيد نعم استاذ خورشيد، يعني في كل هذه النقاط التي اشرت اليها وايضا الاستاذ محمد، يعني ما هو الهدف التركي من كل هذه الدعايات التي تقوم بنشرها ومن ثم تقوم من بعدها تعتذر عن ما صرحت به؟ يعني عند الحديث عن الأهداف بالتأكيد ستكون هناك أهداف سياسية، ولكن استكمالا للحديث وتفضل فيه ضيفك، إذا كانت الحقائق التي تنشرها الصحافة التركية وتقول أن حادثة القتل وقعت بالفعل وهناك صور وهناك غير ذلك من التسجيلات، السؤال البسيط لماذا لا تعلنها الحكومة التركية رسميا بأنه تم قتل الصحفي خاشقجي؟ الأمر الثاني، إذا كان القتل حصل فلماذا تركيا الآن تشكل لجنة مع الجانب السعودي من أجل البحث عن أو الكشف عن الحقيقة؟ إذن هذه القضية هي قضية ملتبسة، هي قضية سياسية. ما هو الهدف؟ بالتأكيد هناك صراع في المنطقة، صراع على السيطرة، صراع على النفوذ، صراع على الدور، ونحن نعلم أن هناك نموذجين. إذا ما تحدثنا عن العالم الإسلامي السني بهذه العبارة الصريحة، هناك نموذج السعودي وهناك نموذج التركي العثماني، وكل طرف يحاول في هذه المرحلة أن يقوي مواقفه ونفوذه. والصراع مع أزمة قطر بالتأكيد دخل الصراع بين السعودية وتركيا إلى مرحلة جديدة. هل قضية خاشقجي مرتبطة بهذا الأمر؟ يجب عدم استبعاد كل الفرضيات. لماذا؟ لأن هذه القضية أخذت الكثير من شكل الغموض كما حصل مثلا في قضية اغتيال رفيق الحريري، وبالتالي قضية خاشقجي هي ليست فقط قضية جنائية كما يجري الحديث عنها ومحاولة القول أن هناك، بل البعد السياسي حاضر في هذه القضية وبقوة. ولذلك أعتقد أن نتائج أو اتضاح الأهداف والمخططات مرتبط بالإعلان رسميا عن ما يمكن أن يكون عليه مصير خاشقجي. السؤال البسيط، ماذا لو خرج إلينا مثلا خاشقجي وقال أنه مختطف لدى جماعة معينة ثالثة غير معروفة، كيف سيكون الموقف؟ المشكلة أن هناك ما يثبت الحالة السياسية وحالة التجييش الإعلامي الحاصل، وحالة التعبئة السياسية، وحالة توجيه الأسهم نحو طرف محدد قبل إعلان عن نتائج التحقيق، وبالتالي هذا يرسم العديد من الاستفهامات في مصير قضية خاشقجي. طيب أستاذ محمد حامد، يعني توجيه الأسهم إلى طرف واحد كما وصف الأستاذ خورشيد، تقارير متتالية مصدرها أنقرة، جهة الاتهام المملكة العربية السعودية، برأيكم كيف ستؤثر كل هذه التقارير على مصير العلاقات المتدنية بالأساس بين الدولتين، بين المملكة العربية السعودية وتركيا؟
طبعا انا اتفق فيما كل ما ذهب الذي ضيفك الدكتور خورشيد اللي هو استاذنا يعني، ولكن اريد ان اشير الى شيء ان هو اشار انه ممكن تطلع جماعه ثالثه، جماعه زي داعش، جماعه زي حركه الخدمه يتم، او حركه كرديه يقول لك حركه كرديه متطرفه اختطفت هذا الصحفي لافشال الامن القومي التركي وما الى ذلك. كل هذا ممكن ان تقوم به الحكومه التركيه وتفبرك ذلك، الحكومه التركيه عودتنا على الفبركات، فالناس اتقتلت في الاماكن السياحيه وفي السلطان حسن او في شارع السلطان في اسطنبول، وحدثت جرائم ارهابيه في عام 2016 كانت كلها من صنيعه الحكومه التركيه والامن التركي والمخابرات التركيه. فتركيا تريد ان تبتز الولايات المتحده، اذا كان يريد ترامب ابتزاز المملكه العربيه السعوديه قيراط، فتركيا تريد ابتزاز المملكه العربيه السعوديه مليون قيراط، لان تركيا تريد ان تخضع المملكه العربيه السعوديه تحت سيطرتها وتريد ان تبتزها بالقوات ال 35,000 جندي الموجودين في قطر، بالاضافه ان ممكن ان تبتز الرياض من خلال هذه القضيه وتقوم بتعويم هذه القضيه وبيع دماء خاشقجي كما بعت المعارضه السوريه للروس، وجميع نعلم التفاصيل التي فعلتها مقابل حسن من المال، وتقول ان من قتل خاشقجي هي جماعه معارضه ومارقه واختطفته في احدى الاماكن وقطع جثته، كل هذا الكلام. نحن ليس لدينا دليل مصور واحد حقيقه ملموسه وممسوكه، لم يخرج علينا رجل امن تركي بشكل متلفز يحدثنا عن ماذا حدث، ماذا حدث لخاشقجي. نحن امام ترهات واكاذيب وكان يعني، وهذا هو السؤال الكبير استاذ لكي محمد، تخرج علينا الاكاذيب القطريه من طيب. الجزيره والتويتات الكاذبه والمفبركه والتي مسخوها طيب. مره اخرى طيب. نحن امام تعاطف امريكي من جانب اخلاقي، تدني اخلاقي من الجزيره، انعدام المسؤوليه والضمير لدى المسؤولين الاتراك الذين يرغبون في استهداف المملكه العربيه السعوديه طيب. واستهداف محمد بن سلمان شخصيا، لانه قال سنتصدى الى ان نفوذ التركي في المنطقه، وان محمد بن طيب. نايف غريم محمد بن سلمان السابق الوحيد المسؤول السعودي بعد الملك سلمان الذي سار تركيا خصيصا وطلب منها مقاطعه ايران، ولكن اعدته طيب استاذ محمد نعم، حتى لا اطيل اكثر على الاستاذ خورشيد. استاذ خورشيد، يعني السلطات التركية استدعت السفير السعودي منذ اختفاء السيد خاشقجي، ولم نسمع مطلقا عن استدعاء أي شخص آخر كالقنصل أو دبلوماسيين. يعني برأيكم السؤال، لماذا لم يتم بإجراء قانوني طرد هؤلاء في حال أنه بالفعل الرواية التركية هي تقول بأنه تم قتل السيد خاشقجي؟ يعني مسألة طرد السفير أو السفارات، أنا أعتقد هذا الأمر من المبكر الحديث عنها. ما لم يتم الإعلان رسمياً عن مقتل خاشقجي، وبالتالي مثل هذا الإجراء سيكون سابقاً لأوانه، وخاصة أنا ألمس حقاً ونجاح تركي حتى على المستوى الرسمي عدم الصدام مع السعودية. لكن هنا الأسئلة التي تطرح أنه لماذا أنقرة تستبق من خلال التسريب الصحفي بالإعلان عن مقتل خاشقجي في حين على المستوى الرسمي لا تعلن عن الأمر الآخر؟ الأمر المثير في هذه القضية سيدي أيضا ما تحدث فيه ضيفك، وهو حمل التجيش الإعلامي التي نشهدها من أطراف حتى غير تركيا، ومحاولة تناغم بين الثلاثي القناة القطرية وبين بعض الإعلام الأمريكي وتحديدا البوست واشنطن بوست، وبين الإعلام التركي، ومحاولة تسويق هذه النظرية لأمر سياسي. أستاذ خورشيد، لا أعلم أن كنت حضرتك من أشرت، لا أعلم أن كنت من أنت من هذه الملاحظة البسيطة. تفضل تفضل، فقط هذه الملاحظة البسيطة. تفضل أكمل. تفضل تفضل. تقرير سويدي لحقوق الإنسان يقول أن 3553 معتقلا تم ماتوا تحت في السجون التركية، منهم تحت التعذيب. تصور، لا أحد لا في العالم الأوروبي ولا في العالم الأمريكي ولا في حتى قناة الجزيرة يتحدث عن هؤلاء، يعني 3553 لا أحد يتحدث عنهم في حين والسادسة الأتراك الذين تم اختيالهم في السنوات الأخيرة. أيضا لا أحد يتكلم أن تركيا أرض للاختيالات والتصفيات، لا أحد يتكلم عن ذلك. استاذ خورشيد، تماما هذا ما اردت ان تفضل. طيب. تفضل تفضل كمل. تفضل تفضل استاذ خورشيد. يعني هذا ما اردت قوله، انه عندما يتم
منذ نحو 10 أيام تجيش كل الفضاء الإعلامي لهذه الحملة، في حين يتم تجاهل سلوك دولة تقوم عمليا ورسميا بأعمال القتل وحتى بجلب المعارضين الأتراك من الخارج ووضعهم في طائرات خاصة، ورغم ذلك لا يتم الحديث عن هذا الأمر. طيب هنا تبدو مفارقة خاشقجي واضحة. طيب على ذكر المفارقة أستاذ خورشيد، على ذكر المفارقة أستاذ محمد، بالعودة إليك، يعني هناك من يقول من المراقبين بأن تركيا ابتكرت هذه القضية مشابهة لقضية هرموش لتتودد وتتغزل مع السعودية في نهاية المطاف، وتقوم حسين هرموش لتقوم في نهاية المطاف بإعادة العلاقات بين الدولتين إلى إطارها الطبيعي. لا، أنا لا أتفق مع هذا الطرح. التركية إذا أرادت شيئا من سبيل فهو الابتزاز المادي والاستثمارات المادية لوقف النزاف الاقتصادي، ولكن تركيا في محور واحد مع قطر، وهو بعد المقاطعة العربية قطر في 5 يونيو 2017، هو نحن أمام مباراة ملاكمة، كل من الآخر يعني يقذف الآخر بلكمة يأخذ عليها نقطة. فإذا حسبنا منذ 2 أكتوبر واختفاء خاشقجي، فالإعلام القطري وتركيا وقطر ويعني الدوحة وأنقرة يحققان نقاط إيجابية فوق سمعة المملكة العربية السعودية التي تعاملت بكل هدوء مع هذا الملف، والذي الهدف منه النيل من سمعة المملكة العربية السعودية وإفشال خططها المستقبلية، خاصة أن المحور القطري التركي أضعف خلال منذ يونيو 2017 الآن، المحور ضعف، علاقة حماس بقت أفضل مع الدول العربية، الأمن في سوريا بدأ يستتب، الأمن في ليبيا بدأ يستتب، الأمن في مصر بدأ يستتب، اليمن على 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 طريق أفضل من قبل المقاطعة، لكن هذا المحور تم إضعافه بسبب الرباع العربي المقاطع الذي قرر أن يجاب التركية في البحر المتوسط وقطر في الخليج، وأن التصريحات التركية على المملكة السعودية منذ المقاطعة إلى الآن هي تصريحات سلبية، وأن هذا الرجل الذي يدعى أردوغان قام وتشنج عندما تم احتجاز الإعلام الإخواني أحمد منصور المصري الذي عمل تقنيات الجزيرة اعتقل في برلين لساعات لأنه على قوائم الانتربول الدام، وتشنج وهجم مصر والدولة المصرية، لكن عندما قتل خاشقجي صمت تماما أو اختفى خاشقجي صمت تماما، هو لا يريد أن يسير المملكة. طيب بعجالة أستاذ محمد، كيف يمكن أن يكون تأثير خسارة الرياض لأنقرة إن حدث بالفعل إقليميا؟ على المستوى الإقليمي طبعا ستعمل الرياض على إفشال كل مشاريع تركيا في المنطقة من الصومال إلى السودان إلى قطر إلى والنفوذ بها في سوريا وفي العراق، ستبدأ تكسير وتقييم أظافر تركيا في المنطقة، اللعب بالورع الاقتصادية من أجل الضغط على أردوغان للعودة إلى صوابه وفك ارتباطه مع قطر. طيب، لأن ما حدث هو إساءة لسمعة المملكة العربية الدولية وأنها طيب دولة قاتلة وتقتل معارضيها. ضيفي من القاهرة، من يفعل ذلك هو من يجلب المعارضين من طيب الخارج ويقوم بزجهم في السجون. طيب ضيفي من القاهرة الأستاذ محمد حامد، باحث في العلاقات الدولية، شكرا لك على كل المعلومات والإضاءات، وشكر لك أيضا ضيفي من بيروت الأستاذ خورشيد دلي خبير في الشأن الكردي والتركي على تلبية دعوة على كل ما تفضلت به. مشاهدينا موعدنا يتجدد على رأس الساعة.